السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الشروز ساهل وديال الصيف للدراري ملي كيجيو تيبغيو الكوتي. هو الشوكولا واش غير للدراري ولا حتى حنا؟ ايوا راه حتى حنا كنضربهم من اما بالسنيده كروستيون عرفتي راه وما شربش الزيت يدير مع واحد شويه ديال القرفه بسم الله او الشوكولا او الكراميل. سمعي كروستيون ديالو كيدير. انا عاود ليك تقلبيشه حتى ما سجلتهاش مزيان. نعاودوها هي اللي ما تعاود. سمعوا التقلمشه ديالو. واو يلا تابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا التفاصيل وتحضروا حتى نتوما ولوليداتكم وليكم كذلك. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا معكم تشورو شوروس ديال الصيف. كنبغيو شي حاجه خفيفه للدراري الكوتي وهذا تيجي بسيط وسهل في الاستعمال. وهذه الوصفه اللي عندك انت ما تشربهاش الزيت؟ لا ما شربش الزيت. كتجي مقرمشه وخفيفه والصراحه داك النهار ملي درتي ديك الكميه في الانستغرام راه ما قدرتش. واحنا ضربنا يلاه الدراري الدراري ما قدرتهمش. ماشي غير الدراري وحنا ما تناكلوش. واخا كنبغيو ناكلو غير شويه. ماكلوش نسبيوها في الدراري. لا كنبغيو ناكلو غير شويه شويه ولكن وليداتنا اولى. حنا ولينا كنقنعو غير بكميه قليله ما بقيناش ناكلو بزاف. يلاه على بركه الله. يلاه. كاين عندنا هنايا السيترو ديال الماء 60 غرام ديال السكر 280 غرام ديال لافارين شويه ديال الملحه جوج ديال البيضات شويه ديال الفاني 120 غرام ديال الزبده. على بركه الله غادي نديروا هذه الماء ديالنا في الكاسرونه. نديروا معاه الزبده نديرو معاه المليحة ونجيبوهم ونطيبوهم حنا حدانا معاها. السكر ما كديروش دابا؟ السكر نديرو دابا وي. راني راه معاك الباب. تبارك الله يكون عاون ديما تنقول لك ردي معايا البيع. دابا غادي نشعلو الفرن ديالنا باش نطيبو هاد الزبدة مع الماء. حتى يغليو عاد نزيد لهم لافارين. هي بحال الطريقة ديال لاباطاشو. بحال الطريقة ديال لاباطاشو هي لا روسيت ماشي بحال بحال غير الطريقة. هي حيت كاين اللي كيقول لك غير لاباطاشو هادي الوصفة راه مختلفة. لا ماشي لاباطاشو. لاباطاشو نص سيترو فيه 8 د البيضات. هذا نص سيترو فيه غير جوج ديال البيضات. إيه راه كاين فرق كبير. ولافارين حتى هي السكر هنايا زايد. هنا غادي نزيد واحد شوية ديال لافاني. هاد الفاني كيعطيه نسمة زوينة. وي لافاني تعطي واحد النكهة زوينة. فوالا غادي نخليوه يغلى ونرجعو ليه. أييه بعد ما هاد الما ديالي مع الزبدة طابو غادي نزيد ليهم لافارين. نقدرو نكبوها على فوا فوالا ونبدا نحركها حتى تولي عندي بات وحده مجموعة. صافي عاد نطفي عليه. دابا راه خلي العافية شاعلة. دابا كنطيب هاد الخليط. غادي يتجمع بحال الى لاكوري. يولي بحال الباطاشو كي كنجمعوها. هو غادي نحل معكم. بقاو معايا حتى تشوفوا كيفاش تجمع. وهادي تيجي زوين و وما مكلف شي ما فيهش شي تعب بزاف. انا درتو بالزبده. تقدروا ديروه بالزيت راه ماشي مشكل. ممكن الزيت ممكن بالزيت تماما. اجي والزبده ديال العلبه ممكن وي الخليط ديالي ها هو تجمع. صافي نشف. صافي انا طفي لي دابا العافيه. غادي تخلي صافي. دابا غادي ندورو في الماكينه باش يبرد. انا الباتور ديالي غنديرو فيها ونديرو يبرد عاد ندير ليه البيض. ما نديرش البيض دابا. سواء نحطوه في الباتور او نحطوه غير هكا كيبرد. نحطوه بالطبله هو من الاحسن نديروه في الباتور باش يبرد لي معايا. فوالا انا نديرها في التسكينية وخليه يبرد مع راسو. كما قلت لكم انا عندي جوج بيضات غادي نديرو وحده بوحده. بردات العجين. ها العجين بردات. لا بردات بقات غير دافية شوية وراه كاين صغار. يلاه
تدخل هذيك البيضة عادي نزيد البيضة أخرى. راه كتكون في الأول كتقطع. راه كتقطع بحال الفطاشو بحال طريقة الفطاشو. صافي هذي يعني تخلطات غنزيد أخرى. صافي. دابا غادي نخلي الخليط ديالي هو تكمل تخلط. غادي نجد المقلة فيها الزيت أو كاسرونة باش تكون غارقة تكون فيها الزيت. باش نقليو هاد الشوربة ديالنا. قبل ما نبدا نقلي كنوجد واحد شويه ديال السكر. السكر عيني ميزه ماشي ضروري نعبرو شويه. غندير واحد شويه ديال القرفه اللي كيبغي القرفه اللي كيبغي. وهو كتعرفوا تشوروس كيبغي القرفه. هذا نحركو مزيان صافي. دابا هذا باش ملي غادي نقلي شي حاجه نديرها هنايا باش ياخذ ليا لوكو. صافي دابا كتفوشي وتقطع بالمقص. صافي دابا كنفوشي وتقطع بالمقص القياس اللي بغيتو. بغيتوهم صغار بغيتوهم كبار عندكم عبر كاين فين بين يديكم الا بغينا. وهذا نذكرهم بان الحراره ديال الزيت ما تكونش ما تكونش سخونه بزاف. تكون سخنات حقا الزيت ياك الشيخ. انا كنقصها صافي. نقص الزيت باش ما تكونش سخونه بزاف حيت باش يدخلها الطياب. وي طيب من الداخل عاد تحمر. نعم حنا راه بدينا كنقليو. شي وحدي اللي هما تقلاو كنحيدهم. المهم غادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم وياخذوا اللون ديالهم. الزيت ما خصهاش تكون سخونه بزاف باش في الطياب ديالهم خصهم ياخذوا شويه الوقت. الا كنا كنديروهم ويتحمروا دغيا راه ما طابوش وراه الزيت سخونه بزاف. هي باش ما تعطلو وما كيتقرمشو. باش ما تعطلو كان مزيان باش يبقاو يطيبوا من الداخل مزيان ويجيونا كروستيون طيبين وراه ما تيشربوش الزيت. هي وما يشربوش لينا الزيت. لا ما يشربوش الزيت. خص اللون يكون شويه مغمق. وي تكون برونزي بحال هكا. هذيك صافي. هذي محمره مزيان نقطرها شويه مزيان. صافي كنديرها في السنيده اللي معها القرفه. قد هذيك الشيء هادو كاع طابو هادو مزيانين. انا يا مدام مدام راه خدامه معنا حتى هي كات خصني انا حتى انا ندير اللمسه ديالي ملي كتكون انت كنخدم انا. ايوا راه خصني نسالي التعاون ماشي واحد يدير حاجه يشوف كلشي بوحدو. نديرو كميه ديال السنين القياس. هادو راه طابو تاعنا بجوج. انتوما هادو اللي كنخرج دابا راه كلهم تحمروا مزيان. انتوما بالنسبه للقرفه اللي كيبغي القرفه غنديروا شي وحدينا مادام بلا سكر غير بالشوكولاط. نغطسوهم في الشوكولاط يعني. نغطسوهم في الشوكولاط اذن هادو شي وحدين ما غاديش نديروهم. صافي انا غادي نعزل لهم البلاصه بلاتي الشيف ما نزلش علينا. اشنو درتي هذيك درتيها ضيره. انا غادي نديرها معاك. انا زدت غير هاد لالوش ديالي وكندريسيها. هاد الدويه درتها صغيره كندير الدوائر. فوالا او الدمعه او الدمعه يلا كتكمل هذوك اللي دائريين. دائريين انا دايرين في هاد لابيش بلا ما نقلبها. تقدر تقدر الوجه ديالها. تما ناخذ الطي اللي بغيت وكتلاح والعافيه تكون منقوصه. العافيه ما تكونش مجهده بزاف. هادو كانوا تنشريهم لولادنا في الزنقه اللهم نصوبو ليهم في الدار. وعرفتوا شنو درتو فيهم؟ وما كيتقاموش غاليين. غادي يتقاموش غاليين. جوج بيضات وشويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده. سميتو وكيعطيو وكيباركو ما شاء الله. حنا غادي نكملو صافي نطيبوهم وندوزو للتقديم. يلا تشوروس ديالنا صافي واسك ياك. انا صوبت انا واحد شويه ديال لاصو الشوكولا كنديرو 100 غرام ديال لاكريم و 50 غرام ديال الشوكولات. صافي كنخلطوهم وكنديرو ليهم بحال هكدا وكنغمصو فيهم تشوروس ديالنا ياك وكناكلوهم. من بعد كنديرو ليهم هكا بسم الله. واعر الصحة والراحة سيدي. هانتوما كيفاش؟ ما شربينش الزيت ها؟ هانتوما شتو؟ هادو ما درناش ليهم السكر كاين اللي ما كيبغيش السكر سنيده او القرفه. ديروهم مع الشوكولا
والكراميل هادو اللي بس بالسكر ثاني داو القرفه واللي درنا دايرين لا خطيرين هادو راه ساهلين وغير مكلفين اقتصاديين راه زعما خصوصا هادو مع الشوكولاتة. واو 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 يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشارك في القناه يا عشاق الشوكولا ولي ولي. وعشاق الشورس يلا ما تنساوش اللي كيشاهدنا اول مره يشارك في القناه وينقر على الجرس ويوصل الجديد حطوا اعجاب وحطوا تعليقات ديالكم حضروه وردوا علينا الاخبار يلا بالصحه والراحه.